يستغني أصحاب الآيفون والآيباد عن برنامج الآيتونز، لكنه ثقيل نسبياً في الأداء بالإضافة لبعض القيود. نستعرض اليوم برامج بديلة للآيتونز ونبدأ مع الجزء الأول. أهلاً في أبتكار. ونبدأ مع تطبيق فون ريسكيو المطور من شركة آي موبايل. ونبدأ الحديث عن هذا البرنامج ليس لأنه يقدم بديلاً للآيتونز فقط من خلال مزامنة الملفات، بل لأنه أيضاً يقدم خدمة استعادة الملفات المفقودة على الآيفون والآيباد. واجهة البرنامج عصرية وقابلة للتخصيص. يستعيد البرنامج 31 نوع من الملفات وأكثر، ويقدم 3 طرق لاسترجاع البيانات المحذوفة، مثل الاسترجاع من جهازك مباشرة أو من آيتونز أو الموجودة آي كلاود. وخوارزمية بناء البرنامج متطورة تسمح لك بتنفيذ عمليات الاستعادة بسرعة وكفاءة، وهو متوافق مع ويندوز وماك، ويبدأ سعر البرنامج من $50 مع إمكانية تنزيل نسخة تجريبية مجانية. ثانياً، آيفون بوكس يؤدي مهام برنامج آيتونز بسهولة وكفاءة، صغير الحجم مع مساحة 3 ميجا بايت فقط، متوافق مع جميع أنظمة التشغيل ويندوز وماك. من السهل البحث عن ملفاتك من خلال البرنامج مع واجهة استخدام قابلة للتخصيص. البرنامج يسمح بتخصيص هاتفك لتغيير الخلفيات والثيمات والنغمات ومسح وتنصيب البرامج على هاتفك. البرنامج متوفر بشكل مجاني على موقع الشركة. ثالثاً، آيتولز من أشهر البرامج لمزامنة الآيفون والآيباد على الكمبيوتر. يعمل بكفاءة عالية من حيث الخفة والسرعة في الأداء، مثل نقل الصور، الصوتيات، النغمات وبقية الملفات. ويوفر التطبيق لك إمكانية تسجيل شاشة الهاتف ونقل الفيديوهات إلى الكمبيوتر أو العكس. البرنامج متوفر مجاناً على موقع الشركة. رابعاً، موبايل جو من إنتاج شركة وندر شير الشهيرة، ويقدم ميزة ربط الهاتف بالكمبيوتر عن طريق الكابل أو واي فاي، وعمل باك أب مع الكثير من مميزات الآيتونز. ويقدم ميزة ربط الهاتف بالكمبيوتر عن طريق الكابل أو الواي فاي وعمل باك أب مع الكثير من مميزات الآيتونز، ويمكن من خلاله التحكم في مجموعة النغمات وما إلى ذلك. عملية استرداد البيانات من الكمبيوتر أو المزامنة سهلة، مما يعطيك مرونة في تداول الملفات. البرنامج متوفر مجاناً على موقع الشركة. خامساً، أنترانس. يأتي البرنامج خالياً من التعقيد، ويقدم مزامنة كاملة لحساب آي كلاود وآي كلاود درايف لتصدير واستيراد ملفاتك بسهولة عن طريق السحب والإفلات، كما أنه يدعم استكمال تحميل الملفات بعد أي خطأ غير متوقع. يقدم لك إمكانية تصفح جميع ملفات هاتفك وعمل نسخة احتياطية والتحكم في تطبيقات هاتفك من تنصيب أو إزالة. البرنامج سعره $40، وهناك نسخة مجانية للبرنامج. انتهينا من الجزء الأول لبدائل الآيتونز. الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء المقبل مع الجزء الثاني. إلى اللقاء.